نروح نتعرف اكتر مع ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد مراد. تحياتي لك يا استاذ محمد. حبيبي يا كابتن اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. وانت طيب. في البدايه طمنا بقى على منتخبنا الوطني، وعايز توقعاتك لمباراه الكاميرون القادمه. يعني كابتن زي ما حضرتك قلت بالفعل، يعني ماتش صعب بكل المقاييس. انت بتقابل فرقه زي ما انت حضرتك قلت، فرقه مرتاحه بدنيا وجسمانيا، فرقه ما بتسافرش السفريات جوه الكاميرون زي ما منتخب مصر سافر، يعني من الجوله الثالثه هو بيسافر من جروه لدوالة ومن دوالة لياوندي، كل الحاجات دي طبعا ارهاق ايا كان بقى المسافه، سواء نص ساعه او ساعه، لكن الحاجات دي كلها طبعا بتسبب ارهاق. تختلف الماتشين اللي حضرتك كنت عليهم، ماتش كوت ديفوار او ماتش المغرب، والوقت الاضافي الكبير اللي احنا لعبناه والمجهود البدني الكبير اللي احنا لعبناه، لكن ان شاء الله ايا كان بقى الحاجات دي خلاص يعني وقتها خلص. احنا الاعذار دي نرسينا في جنب زي ما بيقولوا كده، ونركز في ماتش الكاميرون. ماتش صعب بكل المقاييس، سواء بقى كابتن من الناحيه النفسيه، دلوقتي بدانا من امبارح كويس في اتهامات ان نتيجه المساحات ممكن يبقى يتم التلاعب فيها، الجماهير مسافرة طيارتين او لا، المساحات الحمد لله خلاص يا استاذ محمد كلها سلبيه. كلها سلبيه يا كابتن، الحمد لله يعني النتيجه ظهرت سلبيه الحمد لله، لكن برضك يعني من ضمن الحاجات التعامل النفسي ده برضك يعني برضك هيأثر على اللعيبه وبيأثر على الجهاز الفني، لكن الجهاز الفني او الطب تحديدا نجح ان هو يعني عمل وسيله ضغط، اللي هو اعلن ان هو هيتعاقد مع احدى المعامل الخاصه هناك في الكاميرون، وهيعمل مسحه قبل الماتش كنوع من انواع الضغط على الاتحاد الافريقي او اللجنه المنظمه، ان هو لو كان في اي نيه للتلاعب لا، في مساحات طلعت قبلها، ان النتائج كلها الحمد لله سلبيه. شفنا الاشاعات اللي ظهرت يعني من ساعات ان محمد صلاح ايجابي، كنا الحمد لله امبارح النهارده اللعيب سليم 100%، والحمد لله اللعيب سلبي، وكل زي ما قلت لك كابتن اسامه انت الحاجات دي كلها نفسيه، لكن ان شاء الله نقدر نتعامل مع المنتخب. اللعيبه كلها يعني الله يكون في عونهم، سواء الاجهاد سواء الشناوي، خلاص اللي بره ماتش الكاميرون، ومره يعني لو تاهلنا النهائي يعني برضه كان في صعوبه ان هو يبقى موجود. محمد ابو جبل اللي بيتم تاهيله، بيتم يعني تاهيله طبيا وبدنيا عشان يلحق الماتش، وباذن الله يبقى موجود يا كابتن ان شاء الله. محمد عبد المنعم الحقيقه مفاجاه البطوله، وان انا شايفه انه النادي الاهلي الفتره الجايه بعد غياب احمد حجازي. يا استاذ محمد، مين اللي ممكن يشغل في دفاعات منتخب مصر؟ محمد عبد المنعم ما شاء الله موجود، ممكن يكون يبتدي من البدايه ايمن اشرف، ولا عوده اللونش مره اخرى؟ هو لغايه دلوقتي يا كابتن يعني محمد عبد المنعم ده اساس زي ما انت حضرتك قلت، جنبه بقى ان شاء الله الونش يكون هو اللي موجود جنب محمد عبد المنعم، ويتم الاحتفاظ يعني في اتجاهه، ان يتم الاحتفاظ بايمن اشرف كورقه بديل جوكر، يعني سواء بقى في مركز زي الايسر لا قدر الله اصابه احمد فتوح او اصابه اي من المساكين. فالونش الحقيقه يعني شارك في التدريب امبارح والنهارده، ظهر مستوى كويس، ولغايه دلوقتي هو الاقرب بالنسبه لي. لسه في تمرين بكره الختام يا كابتن، ده اللي هيتم فيه تحديد التشكيله النهائيه، لكن الاقرب او المؤشرات الاولانيه لغايه دلوقتي الونش وجنب محمد عبد المنعم. عايز اخدك برضو نقطه ثانيه مهمه، عندك مخاوف من التحكيم بكاري جسامه؟ ولا النهارده كان في محاضره من كروش عن التحكيم، مش عايزين نشغل نفسنا بالتحكيم، كل هدفنا المباراه والتركيز الذهني زي ما حضرتك بتقول. بص يا كابتن، يعني برضك من الحاجات اللي هو فهمتها في الاول، اللي هو الحاجات النفسيه اللي بداوا يلعبوا بيها عليهم، ان هم يبقى فيه طبعا الحكام هيبقوا ضدك، العوامل النفسيه كلها تبقى ضدك. انا مش عايز اقول يا كابتن ان انت في الدوره الرمضانيه، يعني التنظيم هناك انت ما بتلعبش بطوله محترفه 100%، في بعض العوامل هناك يعني بترجعك 30 40 سنه في الكوره الافريقيه، ففي تخوف كبير جدا من الحكم، والضغط الجماهيري والضغط اللجان المنظمه، اللجنه المنظمه تحديدا هناك على الكاف وعلى الحكام. لكن يعني الحمد لله الاعلام المصري بدا يلعب على الحته دي، وبدا يتكلم ان في تخوف من الحكام على ماتش مصر والكاميرون، لكن ان شاء الله الماتش يخرج بصوره كويسه. اللعيبه طبعا يعني خلاص بعد ماتش المغرب يا كابتن، والحكم السنغالي اللي كان موجود، طبعا يعني خلاص بقى عندهم خبره التعامل مع الحكام والتعود على الاخطاء دي، لكن ننهي الماتش ان شاء الله بعيدا عن الحكام وبعيدا عن الاخطاء التحكيميه. المنتخب الحقيقه شايف ان الروح اتغيرت جدا جدا بعد ماتش الكوفوار وبعد ماتش المغرب. عندنا ان شاء الله لعيبه يعني الله يكون في عونهم طبعا، المجهود اللي مبذول والاقامه الحقيقه السيئه جدا في فندق الاقامه. حضرتك طبعا كنت كابتن النادي الاهلي وسافرت الاماكن ده كابتن، فعارف يعني اكيد عذر اللعيبه طبعا، لكن
خلاص هم اتعودوا على الحياه على حاجه زي دي وخلاص يعني. حتى الكيروش والاستاذ خالد الدرندري واللي هو حلمي مشهور موجودين معاهم يعني، اتكلموا معاهم وقالوا لهم مش يعني عايزين يعني نخلي الحاجات دي كده خلاص نسيبها على جنب ونركز في الماتش ومش عايزين نشغل دماغنا بالحقيقه. ومهما ومهما كانت الظروف صعبه رجالتنا قدها وقدود. بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي. رغم كل الظروف لنا هدف، هدف هي البطولة الثامنة، تاريخ كتيب جديد يتكتب للكرة المصرية ويتكتب للجيل ده، إن هو جيل يستحق. وفعلا زي ما أقول لحضراتكم بدأوا يدخلوا أجواء البطولة من مباراة كوت ديفوار، فعلشان كده بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا أمام الكاميرون.